السلام عليكم لكيف مرحبا بكم اليوم معنا في فيديو جديد اللي راح نحضر فيه على اهم واحداث مباريات اليوم. انا جمال صانع محتوى رياضي وهذه قناتي. برشلونة يبدع بسباعية نظيفة ضد بلد الوليد. زياد يخلص الماتش تاع برشلونة بسبعة بار. البارسا دار اليوم واحد من اجمل وامتع مباريات بقيادة المدرب فليك بهاتريك رافينيا وتسجيل كل من ليفاندوسكي كوندي وفيران توريس، وفي ثاني ظهور له داني ألمو أيضا يسجل، وبلا ما نساو لامين يامال اللي كان له الفضل في صناعة هدفه. بعد هذه المباراة أصبح كل برشلونيين يقول جيبوا لنا الباير. وفي الدوري الإنجليزي النرويجي إيرلينغ هالاند يحطم الأرقام مجددا ويسجل هاتريك في ثاني مباراة لها على التوالي، ليقود مانشستر سيتي نحو الانتصار ب3-1 أمام نادي ويست. هذه كانت أهم وأحدث مباراة اليوم. إذا كنت من محبي الرياضة وكرة القدم تابعني لمعرفة المزيد.